السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، ورجعنا لكم مرة اخرى بفيديوهات جديدة. معكم زياد هادي، استاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. الشرف بكم اخواني، واهلا وسهلا بكم. اليوم احنا عندنا مقام الصبا باستمرار مع المقامات، حتى نقدر نعطيكم أكثر عدد ممكن من المقامات حتى تقدرون تعزفوها على آلة العود. اليوم حنبدا مقام الصبا. هذا المقام الجميل اللي كثير من الناس يحبونه ويشتغلون عليه، مقام الصبا ومقام الكرد أيضا يحبونه. أنا بديت حبيت إنه أفسر لكم إياه ونعزفه على آلة العود. قبل ما أبدأ تقدرون تشتركون بالدورات الموسيقية اللي هي أونلاين مباشرة وياي، موجود رقم الهاتف أمامكم الواتساب. هذا رقم الهاتف تقدر انه تستفسر، هي 8 محاضرات شهريا، تقدر تستفسر عن المبلغ والتحويل. عندنا مقام الصبا، هذا يبدي من الري، من الري ياخذ سي بيمون مي كار بيمون. احنا عندنا الاجناس مالته طبعا جنس طبعا من الري الى الصول، هنا ياخذ عندنا طبعا عرضي صول بيمون، من هنا يصير عندك جنس صبا على درجة الري. احنا نقول الدوغا هنا تسمياتنا مال ديوان العربي الاول والثاني. بعدين احنا عندنا من الى الري عندنا كرد على درجة اللا، زين اني فيصير عندك صبا وياخذ كرد جنسيا، يعني يقول دو ري مي فا صولا سي دا، وياخذ عندك تحسه بالعزف مالتك. بالنزول هنا راح يكون عندك نزول، بالنزول احنا عندنا هنا قلنا سي بيمول ومي كار بيمول، وياخذ عندكم دير بالكم صول بيمول، يعني الاصبع الرابع فاديز الاصبع الرابع على الري. هنا عندنا بالنزول راح يصير عندنا ري دو سي لا صول فا مي ري، فراح يصير عندنا اول شيء طبعا ما ياخذ لكم شيء، ياخذ لكم بس في السي بيمول، والفا يصير جنس حجاز على الفا، يعني من السي بيمول هذا من السي بالنزول راح يصير عندك سي بيمول، سي بيمول للفا راح يصير عندك جيم حجاز على الفا. شوف الاجناس هاي ما ماخذيها انتو وما يتون بها علم، يعني مفروض شرح اكثر للناس كثير. راح يصير عندنا العزف كالتالي، شوف انا راح يصير عندنا العزف كالتالي، تلاحظون راح يصير عندنا هذا ري، اول شيء عندنا ري، بعدين عندنا شنو مي كار بيمون، شوفوا هذا صار بيمون واضح، صول بيمون بعد يصير، لأن أخذنا صول بالرابع ما يصير روح عنده صول، بعد إيش يصير عندنا صول سي بيمون بالنزول ري دو سي بيمون ماشي. نقدر نقسم من عنده ونقدر نشتغل عليه كثير من الامور اللي هي مهمه في هذا المقام. واخذت الاجناس مالت الصبا على الري، كردي يصير على طبعا تتحسسه، يعني شلون تتحسسه؟ يصير عندك صبا حزين بعدين هذا كرد ناصر عندك حتى هو موسيقى.
إخواني، أتمنى أنه استفادتوا من هذا الموضوع وهو تحليل مقام الصبا، وأتمنى أنه استفادتوا في هذا الدرس الجميل، ونترككم الاشتراك بالدورات الموسيقية وشاركوني الفيديو واللايك، وتحياتي لكم ومع ألف سلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.